هذا بعد اعطاني فلوس الموكيب، هذا ابو حسين اعطاني فلوس. ابويا عامر، ابويا داز علي، قول ايش محتاج؟ ويا كل العشيره دفعت لي فلوس الموكب، ما تروح للجبل من بسام فلوس الاشتراك؟ ابويا بخير وتدلل، هسه راح اروح البسام اجيب لك فلوس الاشتراك مال موكب الامام الحسين. بابا كل الرايات علقتهم بالسطح، وقت بس هاي الرايه خلينا ندقها بالباب. يلا ابني امشينا ندقها بالباب. الزم ابني الزم. اخويا بسام، شيخ دزان على فلوس اشتراك مال الموكب، تدفع السنه ويانا؟ لا حبيبي عمر، الشيخ مسوي له موكب، خلي يدفع من جيبه، مو يجمع من ولد العشيره ويتكشخ بروسهم. اخويا لا تدفع فلوس الموكب، بس والله العظيم اذا وصلت انت وابنك للموكب رجليكم اكسرها. بابا ليش ما دفعت فلوس الموكب بخاطر الامام الحسين؟ ابني انت الزيم وما لك علاقه، هاي ناس تتكشخ براس الامام الحسين. منو منو؟ اخويا عمر تفضل. اخويا عباس ياسر، الشيخ دزني على فلوس اشتراك مال الموكب، تعطوني اياها؟ لا اخويا شلون ما ادفع فلوس اشتراك الامام الحسين؟ عيوني اعطيه للامام الحسين، هاي تفضل 50,000. جعلك الله من خدام الامام الحسين. بويا هذا بسام ما يدفع فلوس اشتراك مال الموكب، يقول والله الشيخ مسوي له موكب، يقول يدفع من جيبه، وهذن الفلوس بس مال بيت ياسور. ويا بلغ بسام ممنوع بعد يوصل موكبنا. بويا انا بلغته بسام، اذا وصل موكبنا وموكب العشيره الا اكسر رجلي. بابا خلنا نروح الموكب الشيخ نخدم الامام الحسين عليه السلام. يلا ابني مشينا، خلي نروح نخدم الامام الحسين. منو منو؟ ابويا بسام تفضل. شيخنا اجيت انا وابني اريد اخدم بالموكب مالتكم. ذاك اليوم اجيتك على فلوس تبني الموكب ما اعطيتني، هسه يلا عرفت الموكب مالتنا، يلا مش نروح منه وشوف لك غير موكب. يلا يلا.